اهلا فيكم في منطقتي. هلا والله. اوكي اليوم نحكي عن احمد ابو الربع. استغفر الله. احمد وصبا يوتيوبرات، اذا ما تعرفهم فاكتب الحمد لله. لا بمزح، هدول اثنين خطبوا من سنه مدري سنتين، مش مهم، انا ايش دراني، انا تاريخ ميلادي ما بعرفه. اوكي كل ما يصير معي فلوس بسوي لنفسي عيد ميلاد. المهم هدول اثنين تزوجوا ان شاء الله الحمد لله، ومن هذا الكلام بالرفاهي والبنين بنين ستارز بمزح. واحد لما بده يتزوج ايش بيسوي؟ بيشترك في قناتي؟ لا خطا، بيعمل عرس. انهم سووا عرس وعزموا على عرسهم كل المشاهير الوطن العربي، ما ضل حدا وما عزموه، عزموني انا بس ما رح. لا بمزح، انا مش مشهور. وبتعرفوا عراس المشاهير كل مشهور يجي ومعه 5 موبايلات ليصور وينزل عشان المشاهدات وكلام هذاك اللي ما بدي اسرعكم فيه. اوكي والمشاهير اللي راحوا للعرس اكيد لبسوا ملابس صح، يعني طبعا راح يلبس ملابس. وانا اليوم جاي اقيم ملابس المشاهير في عرس احمد ابو الرب. هات الانترو بيبي بس قبل كل شيء حط لايك وانزل اكتب اكبر عدد منكم من التعليقات، فجروا التعليقات. اوكي وانسخ رابط الفيديو اذا بتحب هذا الفيديو ينتشر. ما بدك؟ طيب خلينا نبلش. شوفوا انا مش فاشنيستا ولا ديزاينر، انا ما بفهم بالملابس. اوكي انا ما بعرف البس اصلا، بلبس شجره مع طقم مع التنوره، بلبس اي شيء. اوكي طيب يا توبي اذا ما بتفهم في الملابس ليش جاي تتفلسف على المشاهير؟ سؤالك جميل جدا يا صديقي المشاهد، لهيك حطه في برواز وعلقه بغرفتك فوق تختك. نعم اوكي يا رب ادخل في الموضوع اللي جاي احكي فيه يا رب. طيب اول شخص معانا العرسان. اغنيه الفيديو ما تطلع عندي، هيك انا رح اغني لكم اغنيه. دمي دمي دم استهي كيسي جستهي دمي دمي دم دم تشالي دم تشالي دم تشالي دم تشالي دم 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 دم. اوكي ما في داعي تكتبوا لي في التعليقات انه صوتي حلو لانه انا بعرف صوتي مش حلو. طيب خلينا نقيم. هلا ما بعرف اقيم الملابس ولا نقيم البوستات. معلش حب انت صرفت كل البوس اللي عندك في هذا الفيديو، يعني في هذاك اليوم ما تقدر تبوس لانه صرفتهم كلهم. شوفوا هاي قصه البوس مش عاجبتني. اوكي اي دونت لايك ذس بيكوز لانه في كتير من متابعينهم اطفال. اوكي اوكي طيب هلا تطلع لي هذيك البنت اللي بتتابع احمد وصبا لحظه بلحظه ومكرسي كل حياتها لتتابعهم وتقلي هذول متزوجين الشرع محل لهم مخطوبين عادي هذا الشيء. اوكي اوكي اذا هيك معناتها سووا هذيك ونزلوها فيديو الشرع محللهم صح. طيب اي دونت كير مش مهم. خلينا نقيم الملابس. اوكي هن عرسان يعني طبيعي يكون لبسهم حلو صح. اما بالنسبه لشعر احمد ابو الرب ف اوكي شايفك ناطرني احكي عشان تكتب لي في التعليقات انت متنمر. شعره حلو قسما يا اخي جستن بيبر حاطه هون. اوكي طيب ما بدنا نحكي عن الصوره اللي صبا منزلتها في حسابها. تقييمي لملابسهم 10 من 10 لانهم عرسان، ولا غير هيك كنت بقيمهم كمان 10 من 10 عشان فانزاتهم ما يسبوني. اوكي اللي بعده برهوم مع راوي. Look at me. اوكي تعرفوا ايش على شيء بالفيديو انه خلص. لا بمزح. شوفوا الترانزيشن نار حبيت. اما بالنسبه للملابس فالبدله حلوه كتير، بس لو كان لابس قميص لونه زهري ما كان رح يطلع حلو، لهيك منيح لابس ابيض. اوكي الطقم حلو بس ناقصها جرافيت. تقييمي للملابس 10 من 10. معلش قلي ليش 10 من 10؟ اقلي بصراحه ما بعرف، لهيك رح نعطيه 8.3 من 10. دقيقه ايش هاي؟ افضل كريمات مضمونه وفعاله لتفتيح ومعالجه جميع مشاكل البشره حياكم الخاص. حب انت عم تعذب على التعريف حرفيا. ثاني شيء ايش خاص ما خاص؟ ليش بتحسسني انه بدك تشقطني بدك تطبقني في الخاص؟ اكتب بالمره اعطيني رقمك. هدول من اكثر الاشخاص المستفزين في الانترنت حرفيا وتلاقيهم في كل مكان. واحد منزل فيديو بحكي فيه عن الحرب تلاقي بنت في التعليقات لدينا جميع انواع الحجابات، حجاب مشوي مغلي مقلي. ادخل حسابي وقيم بنفسك. خلاص خلاص روح اشرب مي. اوكي اللي بعده وسام قطب منزل صوره. شوف البدله حلوه كتير ولا بختلي قصدي لا بختله كتير وكل شيء تمام. اوكي بس حركه عندي ساعه رولكس بلا، حركه عندي ساعه اغلى من السياره اللي جنبي مش ظابطه بلاها حب. هو منزل صورتين وات ارجع لحركه الساعه اغلى من السياره اللي جنبي ارجع لها احسن. ايش هاد بنات التيك توك ايش عم بيسووا هون؟ يعني هاي داخل بدله ولا هداك المكان اللي كنا نروح عليه في جي تي اي؟ هاي ما حد راح يفهمها غير اللي لعبوا جي تي اي. نعم اوكي تقييمي للملابس 7 من 10 لانه حاطط جراباته هون وهو المفروض يحطها في الغساله صح. طيب اوكي اللي بعده روزا. اوكي اوكي مش بس الفستان حلو هون والاشجار كمان حلوين. نعم طيب هلا الفستان حلو بس تنسيق الفستان مع لون الشعر احسه شوي اوفر، وخصوصا مش لابسه اي اكسسوارز في ايديها فولا شيء حرفيا ما بعرف ايش قلت. بس اي شخص يقيم ملابس هيك يحكي ما ادري ليش. طيب تقييمي لملابس روزا 5 من 10. ايه اسالني ليش؟ لانه جايبه لشعرها شخص لكوسيلر والمكياج شخص وللفستان شخص وجايبه شخص يصورها. ايش خلاص جيبي شخص خامس يروح بدالك للعرس كمان. بس لا بمزح تقييم للروزا 10 من 10 لانه الاشجار حلوين. اوكي طيب اللي بعده غيث وسارة. شعر
اشوف بدل غيث حلوه بس مش حلوه، يعني هي حلوه بس مش حلوه، فاهم كيف؟ يعني حلوه بس انا ما بحب هذا الستايل، بس هي حلوه بس مش حلوه. خلينا نروح لسارة. سارة احب ليش لابسه زحليقه؟ لا بمزح، طالعين حلوين بس مو احلى مني. اوكي، تقييمي لملابسهم 9/10 بسبب الزحليقه، بس انا في عندي مشكله هون مع هذا التعليق تحديدا. فستانك كانت لابسته رفيقتك بعرسك، كل النت عم يحكي عنك بتلبسي فساتين رفقاتك. ايش شو دخلكم في العالم؟ تلبس اي شيء، خليها تلبس فساتيني انا، مع اني ما عندي فساتين، بس ما دخلكم في العالم. اوكي خلاص اتركوهم في حالهم. اي شخص يكتب تعليق سلبي عند اي شخص هو غيران منه وناقص كمان، من الاخر ومن الاول ومن كل شيء. خلاص انت مسؤول عن نفسك، مين وكلك لتصير ام الدنيا كلها؟ مين؟ مصر هي ام الدنيا. اوكي اتركوا الناس في حالهم. اوكي اللي بعده رغدة تانيك يوميجيان. ايش هاد اسمها ولا اسماء كل الطلاب اللي كانوا يدرسوا معي في الابتدائي؟ ما اسمها اطول من لسان واحد بعرفه. رغدة منزل الصورة ونسيت شيء كتير مهم بالصورة، يعني كان المفروض تسويه، ما بعرف كيف نسيتها. رغدة نسيت تلبس ملابس. اي نعم، خلينا نشوف الصورة تاني. حب اليوم ليو ميسي. ايش بتسوي؟ بتسوي نفسك ميسي ولا ايش؟ مبين انت مش ميسي. هاد وشم ولا نقش سجادة بيتنا؟ بعدين ايش الحبل اللي لابستيه في اجرك؟ شوفوا الشيء الحلو في رغدة هو درج، شوفوا كيف نظيف. اما بالنسبة للرغدة فما رح نقيمها لانه ما في ملابس ونحن هون لنقيم الملابس. صح. دقيقة، في تعليق هون كاتبين اسمي. توبي لله، ليش حاطط اسمي انا؟ ايش دخلني؟ والله رغدة ما استشارتني قبل ما تلبسيك، كنت دايم اصلا. اوكي اللي بعده عبود الجعبري. عبود الجعبري لما بتقول اسمه بتحس انه عم تسبه، يعني هيك حسيت، مش تنمر. اوكي بالنسبه لملابس عبود الجعبري، لون الاسود فخم والبدله فخمه، بس لو كان البنطلون طويل 0.01 ملي سنتيم كان راح يكون افخم بدله في العرس، بس قدر الله وما شاء فعل. تقييمي لملابس عبود 9/10. اوكي اللي بعده اسامه مروه. البدله حلوه وفخمه كتير، بس ليش طالع القميص من هون ورافعه؟ ايش عم تسوي؟ بدك تجلي؟ مش ظابطه. اوكي بعدين ليش حاطط جوارب هون؟ كمان مش ظابطه. والجاكيت احسه تبع شرطه، ما ادري حسيته السكيورتي من فوق. صح، خلينا نشوف البدله من زاويه تاني. حب ليش حاطط اكسسوارات دبي كلها في ايدك؟ وليش هيك واقف مثل البنات؟ لا هاي مش انا اللي حاكيها، هاي بنت كاتبت له في التعليقات. على كل الحمد لله على السلامة. لا دقيقة، هاي ما لها علاقة. تقييمي لملابسه 10/10 عشان البنت اللي كاتبتها. ليش واقف مثل البنات؟ غصبا عنك 10/10، مع انه مش 10/10. اوكي اللي بعده ايمن عبلي واخوه خالد عبلي. عبلي ولا عبالك ولا عبالي حبيبي؟ بمزح. Damn, baby, all I need is a little bit of this, a little bit of that. Get it cracking in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, get the. اوكي هلا تريزيشن حلو كتير، اما بالنسبه للبدلات كمان حلوين، بس هاد ايش لابس؟ غطا قنينه؟ هاي نظاره ولا ربع نظاره؟ هاي نظاره لسه ما استوت، قطفوها بكير. هاي نظاره بتحطها في علبه ولا هزازة اطفال؟ عيفكم من النظاره. خلينا نجي على الملابس. هلا ملابس ايمن متناسقين، صح ما معه فلوس يجيب جرابات، بس ملابسه متناسقه. اوكي اما بالنسبه للي لابس نظاره لسه مش مستويه، فالبوت لونه غامق والبدله لونها فاتح، فمش متناسقين. ولا اقول لك اي دونت كير، بس في تفاصيل مهمه يمكن ما حد ركز فيها. شوفوا الساعه قبل التريزيشن بعدها. جهزوا حالهم في 50 دقيقة بس للعرس، هذا الشيء مستحيل يصير عند البنات. البنات بيجهزوا حالهم للعرس قبل ما العرسان يتعرفوا على بعض اصلا. ايه نعم، ومع هيك في بنات ما بتلحق تجهز حالها. اوكي اللي بعده عمر ابو الربع. استغفر الله، اخو العريس. اوكي هو لبسه قبل الترانزيشن حلو كتير وفخم، بس بعد الترانزيشن لابس ملابس اخوه، البدله اكبر من برج خليفه، ما ادري كيف لابسها. وكل الناس تحكي هون انه عمر خجل صبا. هي صبا اصلا هدفها انه تفرجي الناس اظافرها، مش انه تعمل صبا مع عمر. يلا ترقبوا فيديو جديد على قناه عمر. باكل بظه وانا بحضر خطبه اخويا. طيب تقييمي لملابس عمر 9.5/10 لانه البدله كبيره عليه شوي. اوكي اللي بعده طحان. Fact is Walter White couldn't have done it without me. I was indispensable. شوفوا الترانزيشن نار شرار، اما بالنسبه للبدله مثل ما بيقولوا كلاسيكيه، ما ادري ايش معناها اصلا، بس يعني اتوقع ستايلها قديم. اينشتاين يمكن تزوج ببدله مثل هاي، بس حلو نوت باد. تقييمي لملابسه 8/10 لانه لا مش لانه، خلاص 8/10. اوكي اللي بعده ميسي. لا ميسي ما راح للعرس، بس خلينا نقيمه 1/10 نار. اوكي وهو اللي اخذ كاس العالم 2022 في قطر. اوكي بس هيك، هذا كان الفيديو اليوم، اتمنى يكون ما عجبكم. اذا وصلت لهون فما تنسى اكبر عدد منكم من التعليقات، فجروا التعليقات. اوكي ايوه بس هيك، على حساب انستغرام ديفوني عليه وبعثوا لي نقطه، بعد لكم سعر وتفاصيل برساله. سيف مقطع جديد.